السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، معكم أخوكم سلطان قحطاني بموقع تقريب الحدود. في العام 2012 ال جي قدمت سلسلة مثيرة للاهتمام لسماعات الأذن تعرف باسم تون. هذه السماعة كان تصميمها غريب جدا، أذكر أول واحدة جربناها كانت موديلها اتش بي اس 700. تصميمها غريب لدرجة الناس يطالعون فيك وأنت تستخدمها، لكن سرعان ما الناس بدأت تفهم هذا التصميم وانتشرت بشكل كبير، وبعض الشركات أخذت هذا التصميم وطبقتها على بعض السماعات لأنها مريحة وتقدم لك عدد من الخدمات، مو بس أنها مقتصرة على موضوع أنها ترد على المكالمات وتستمع الملفات الصوتية. فال جي رجعت مرة ثانية وتقدم نسخة جديدة تعرف باسم ال جي تون انفينيت. الموديل الموجود عندك هنا اتش بي اس 900، نسخة هارمن كاردن. هذه الشركة لها مجال كبير جدا في مجال الصوتيات، راح تكون متوفرة باللون الفضي واللون الذهبي، راح تكلفك 500 ريال سعودي، متوافقة مع نظامي الاي او اس والاندرويد. اول شيء راح يشدك التصميم، التصميم اصبح مختلف تماما، منحني، فبالتالي راح يكون مناسبة اذا وضعتها على الرقبة. ايضا راح تلاحظ انه وزنها 52 جرام، اثقل بقليل، لكن لما وضعتها على الرقبة واستخدمتها لمدة ساعات طويلة وأيام وأخذتها معي وين ما راح، ما راح أحط أنها مزعجة، لا يمكنك ثنيها مثل ما كنت تسوي في السماعات السابقة لسلسلة الجي تون إذا سبق أنك استخدمتها، وذلك يرجع إلى سبب جودة التصنيع أصبحت أفضل. ما أظن هذه مشكلة، ما أظن أنها مشكلة. الزر الخاص بالرد على المكالمات وإغلاق المكالمة وتشغيل وإيقاف للملفات الصوتية أصبح بحجم أكبر، فبالتالي عملية الضغط راح تكون أفضل. عندك أيضا مسألة أنه الأسلاك اللي كانت تظهر في الجوانب هنا وخلي الشكل قبيح صارت بتصميم جديد وحلوا مشكلة ممتازة، فأنت لما تسحبها بهذه الطريقة فحط الزر موجود هنا وموجود هنا، لما تضغط عليه لاحظ أنه يرجع إلى مكانه بضغطة زر زي ما انتم شايفين، فبالتالي العملية راح تكون أفضل وأسهل، وخاصة لما أنت تحط على الرقبة وتبي ترجع الأسلاك بأسرع وسيلة ممكنة صار الموضوع سهل جدا. حتى ما ذكرت الجي أنه العملية تم اختبارها على 27,000 مرة وما انقطعت هذا الأسلاك، هذا حسب ما ذكرت الجي. البطارية الموجودة هنا هي من ناحية الاستخدام صمدت معنا من 3 إلى 5 أيام. السماعة راح تدعم عدد من التقنيات الصوتية زي ما ذكرنا بالتعاون مع شركة هارمن كاردن، وتدعم ملفات الصوتية الـ ABT-X. طبعا الأزرار الموجودة هنا صار لها أكثر من وظيفة، فلما تضغط على الزر الموجود هنا الجهة اليمنى أو اليسرى فراح يرفع أو يخفض مستوى الصوت، لكن لما تضغط بشكل مطول على الجهة اليمنى فإنه راح يفعل لك عملية الاهتزاز، لما توصل لك رسالة فإنك راح تلاحظ إنه يهتز. الجهة اليسرى راح يقرأ لك حالة البطارية، من جهة ثانية راح تشوف أيضا زر خاص بتقديم وتأخير ملفات صوتية، إذا ضغطت بشكل مطول على اليمين فإنه راح يقرأ لك الساعة، يقول لك كم الساعة مثلا، أو يقرأ لك الرسائل النصية. الرسائل النصية والأوامر الصوتية تدعم فقط اللغات العالمية ما عدا اللغة العربية. هنا راح تشوف الزر الخاص بتشغيل وإطفاء السماعات، عملية الاقتران راح تكون من خلال تقنية البلوتوث. جودة الصوت الخاصة بهذه السماعة جيدة جدا، أفضل من النسخة السابقة اللي هي اتش بي اس 700، لكن إذا حبيت صوت يكون واضح ونقي جدا وتبغى تستمتع بالصوت بأعلى وسيلة ممكنة استخدم سماعات اللي فيها اسلاك. الصوت مو سيء بالعكس افضل هنا، لكن قاعد اتكلم عن مستوى الصوت الموجود من خلال تقنيه البلوتوث. لها تطبيق اسمه تون اند توك، فلما تستخدم هذا البرنامج متوافق مع الاي او اس والاندرويد، عمليه الاقتران سهله جدا، كل عليك انك تروح تحمل البرنامج من جوجل بلاي او الاب ستور، فبالتالي هذه الواجهه الخاصه بالبرنامج، هذا هو. عندك عدد من الخيارات مثل المسج فويس نوتيفيكيشن، عملية التنبيه بوجود رسائل، ممكن تحط تنبيه لها علاقة بالمواقع الاجتماعية اللي تستخدمها، على سبيل المثال تويتر، فيسبوك، باث، سناب شات، انستغرام وغيرها، فعندك كذا تنبيه. عندك ايضا الرسائل، فبالتالي ممكن تختار ايضا رسائل سواء كانت النصية او الرسائل الفورية مثل واتساب، اتوقع هذا الشيء او خبر ممتاز.
الفايبريشن فريكونسي اللي هو عملية الاهتزاز، نظام عملية الاهتزاز. إذا وصلتك رسالة هل تحب إنه مثلا يهتز مرة واحدة أو يهتز بأكثر من مرة؟ هيدسيت كول سيتنج، فعندك أكثر من وسيلة للاتصال من خلال السماعة مباشرة من خلال هذا الزر. فإذا ضغطت مرتين ممكن تختار شخص إنه دائما تتصل عليه، أو فيفورت كونتاكتس تحط كذا شخص من المفضلين اللي دائما تتصل عليهم أو من سجل المكالمات، وممكن تغير من شخص إلى شخص، تنتقل من شخص إلى شخص من خلال الزر الموجود هنا. في حال إنه مثلا استخدمت البرنامج، فإنك راح تلاحظ في الجهة اليسرى، هي بالعادة هنا حالة البطارية، لكن في الجهة اليسرى راح تشوف بطارية، أيقونة خاصة بالبطارية للسماعة، يعني راح تخبرك بحالة البطارية لسماعة الإذن الموجودة في ال جي تون انفينيم. فأشوفها حركة جميلة. أيضا لما تسحب نظام التنبيهات راح تشوف إنه فيه أيضا كذا وسيلة ممكن تطفي هذه السماعة من هنا، مو شرط إنك تطفيها من خلال الزر الموجود هنا، أو تشغلها بشكل سريع، أو إنك تبدأ بتشغيل الملفات الصوتية. فهذه أشوفها خيار جيد. فهذه النظرة خاصة أو الاستعراض الخاص بسماعة الأذن LG Tune Infinim 900. أشوف التصميم وجودة التصميم ممتازة، الصوت أيضا جيد جدا، التطبيق فيه خصائص ممتازة لكن لا يدعم الأوامر الصوتية والرسائل باللغة العربية. في بعض الخصائص إذا كان عندك جوال LG إضافية مثل Answer Me Plus وغيرها، ما جربتها للأسف، لكن أشوف أنها تطورت بشكل ملحوظ. خبروني وش رأيكم في هذه السماعة، هل فعلا تستحق الاقتناء أم لا؟ أشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.